قلنا يا جاسر، لو انا جيت قلت لك لو انا جيت قلت لك يا جاسر ان انا اكلت مكرونه امبارح، يبقى انا عملت الكلام ده امتى يا جاسر؟ عملت الكلام ده اه اسمه ده اكلته امبارح، فده ماضي. طب انت دلوقتي شايفني انا باكل مكرونه ولا مش شايفني باكل مكرونه؟ لا مش شايف. مش باكل مكرونه، لان الكلام ده عملته وخلصت. طب يا اروى، لو انا جيت قلت لك يا اروى، لو انا جيت قلت لك دلوقتي يا اروى، دلوقتي انا بشرب شاي، انت لو شفتيني هتلاقيني الشاي خلص ولا هتلاقي ان الشاي لسه موجود؟ الشاي لسه موجود. عشان الحاجه دي اسمها ايه؟ بتحصل دلوقتي، انا بشرب الشاي دلوقتي. طيب يا تقى، لو انا جيت قلت لك يا تقى ان انا هسافر الساعة امبارح، دي ايه؟ عشان لسه داخل. انا بعيد نفس الكلام تاني يا ياسين، لو انا جيت قلت لك يا تقى ان انا هسافر بكره، يبقى انا دلوقتي سافرت ولا دلوقتي لسه ما سافرتش؟ لسه ما سافرتيش. لسه ما سافرتيش، ما سافرتش، عشان الكلام ده لسه ما حصلش. فده علمنا، اللي بيعلمنا يا عبد الرحمن محمد حاجه اسمها تايم لاين، حاجه اسمها تايم لاين في حياتنا، في حاجة اسمها تايم لاين، يعني خط الزمن. احنا في حياتنا يا عبد الرحمن حياتنا بتطلع كده على طول، يعني ايه؟ يعني بكرة يجي، بكرة يجي، بكرة يجي، بكرة يجي، ما ينفعش نرجع لورا، يعني ما ينفعش نرجع لامبارح، في بكرة بكرة بكرة. في حاجة دلوقتي اسمها الآن، يعني ناو. الآن يعني ايه يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن محمد، الآن يعني إيه؟ الآن يعني إيه؟ ناو. الآن ناو، يعني اللي أنا وأنت دلوقتي بناخد السيشن مع بعض، أو شايف أنت مثلا ولد بيلعب، أو شايف بابا نايم، أو شايف ماما بتشرب شاي، الحاجات دي اللي أنت شايفها بعينيك وعارف إن هي بتحصل قدامك، بنقول عليها إن الحاجات دي بتحصل دلوقتي حالا. فدلوقتي حالا اسمها ناو. اسمها ايه يا رحمة؟ ناو ناو، يعني الحاجات اللي قبل دي، اللي قبل الحاجات دي حاجات حصلت وخلصت. يعني امبارح انا اكلت مكرونة، الكلام ده حصل وخلصت، فبنقول عليه باست، ماضي، حاجة حصلت وخلصت. لما انا جيت قلت لتقى انا لسه هسافر يا تقى، لسه هسافر، الحاجات دي اسمها فيوتشر. يعني ايه فيوتشر؟ يعني لسه هيحصل. فده هو التايم لاين بتاعنا. احنا النهارده هنتعلم ازاي نقول او نكتب او نعرف ان احنا بنتكلم عن حاجه بتحصل قدامنا وشايفينها بعينينا. يعني عاوزين نتعلم ازاي نكتب او نتكلم عن الوقت اللي بيحصل دلوقتي، الوقت اللي بيحصل دلوقتي. طيب بص بقى، اقول لكم على حاجه. بص يا علي، علي احنا هنعتبر ان احنا الفيرب بتاعنا، الفيرب بتاعنا يا علي، علي مش انت حضرت الحصة دي؟ مش عارف علي راح فين. يلا يا شنودة، هنعتبر ان الفيرب بتاعنا يا شنودة، الفيرب بتاعنا زي بنوتة، البنوتة الجميلة الأمورة لما بتروح أي حفلة بتلبس حاجة اسمها دريس. بتلبس ايه يا شنودة؟ دريس. دريس، وبتلبس معاه كمان شوز، بير شوز. ينفع تروح البنوتة الأمورة العسولة الحفلة من غير دريس؟ ينفع تروح من غير نو دريس؟ طب بتعرف نو لو هي لبست دريس ينفع تروح من غير شوز؟ نو نو. يبقى الفيرب بتاعنا عشان نبين لنا ان احنا شاطرين وعارفين ان الكلام ده بيحصل ناو، ناو يعني دلوقتي، لازم نلبس الفيرب بتاعنا زي البنوتة. ايه؟ نلبسه شوز ونلبسه في دريس، نلبسه شوز ونلبسه ايه؟ دريس. دريس. طيب تعالى نفهم ازاي الشوز والدريس دول. قبل ما نتكلم عن الشوز والدريس، تعالوا نراجع كده مع بعض يا كلارا some verbs، يعني شوية verbs كده. قولي معايا كلارا: يذهب go، يذهب go، يلعب play، يلعب play، ينام sleep، ينام sleep، يأكل eat، يأكل eat، هو يأكل ايده، ايده eat، eat، يقرأ read،
يقرأ read. يكتب write. يكتب write. يمشي walk. يمشي walk. يجري run. يجري run. Okay. يعوم أو يسبح swim. يعوم أو يسبح swim. Swim. يرسم draw. يرسم draw. يتناول have. يتناول have. يشاهد watch. يشاهد watch. Okay. دول some verbs كده عايزاكم تذكروهم عشان خاطر هم اللي هنشتغل عليهم في الموضوع. يا ويا رسيل انا عايزه دول بس يا ياسين. طيب الفيربس دي، الفيربس دي يا كلارا هما اللي هنستخدمهم عشان نخلي الكلام ده بيحصل امتى؟ ناو. الكلام ده بيحصل امتى؟ دلوقتي او ناو. طيب تعالوا كده بالراحه نشوف هنعمل ايه. اول حاجه لما نيجي نكتب اي سنتنس، السنتنس يعني الجمله، والجمله اتكلمنا قبل كده عنها هي كلمه جنب كلمة جنب كلمة عشان خاطر تبين لي أو تديني معلومة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول he is وأقعد ساكتة، ما ينفعش أقول هو يكون. هل أنت فهمتي حاجة يا كلارا لما أنا جيت قلت لك هو يكون؟ لا، لازم أكمل لك باقي الكلام. هو يعني زي البريزنت. ياسين معلش ما تقطعنيش عشان ده فيديو بيتسجل، أنا هفهمك كل حاجة وهفهمك الفرق بينهم. أوكي؟ اوكي يا تيتشر. يبقى انا عندي يا كلارا لما اجي انا اقول لك هو يكون هي از واسكت، انت مش هتفهمي حاجه. لازم اكمل لك سنتنس كامله تديكي معلومه ان هي از هابي. انت فهمتي ايه بقى؟ فهمتي ان هو يكون هابي، صح؟ اوكي. يبقى اول حاجه بنكتبها عندي هي السبجكت. والسبجكت حكينا عليه كتير جدا، وقلنا السبجكت بتاعنا لإما يكون ناون اسم، لإما يكون بروناون ضمير زي اللي هي she, it, they, we, you. اوكي. طيب بلس الفيرب بتاعنا. طيب يا ميس انت قلتي الفيرب بتاعنا لازم نلبسه شوز ودريس. لازم نلبسه شوز ودريس. يبقى احنا محتاجين نضيف له حاجتين، نضيف له شوز ونضيف له مين؟ دريس. الدريس. طيب ايش بتاعنا هيكون حاجه اسمها helping verb. هيكون حاجه اسمها ايه؟ helping verb. helping verb. والدريس بتاعنا هيكون ing. بصي الدريس بتاعنا جميل ازاي يا كلارا؟ بصي جميل ازاي؟ شايفه الدريس بتاعنا جميل ازاي؟ طيب تعالي نشوف الكلام ده ازاي. لو انا دلوقتي عندي ياسين، لو انا دلوقتي عندي ياسين ولد بوي. ياسين. نعم. والبوي ده شايفه بيلعب بالكرة. انا لما اجي اسالك ياسين اللي انت شايفه دلوقتي بيحصل امتى؟ بيحصل دلوقتي. طب هو طالما بيحصل دلوقتي يبقى الكلام ده هنستخدم له ياسين present simple ولا present continuous؟ بص بقى يا حبيبي، بص ياسين قول معايا كده present continuous. اعمل كده زي ما انا بعمل. والcontinuous يعني حاجه مستمره، يعني حاجه بتحصل قدامنا شايفينها بعيننا، فاسمه present. يلا قول معايا continuous. continuous يعني حاجة بتحصل امتى يا ياسين؟ دلوقتي. طيب انا دلوقتي عندي بوي ولد اهو وبيلعب، هنختار present simple ولا present continuous؟ دلوقتي قدامك بيلعب. present continuous.
present continuous. يبقى احنا في الحالة دي هنختار present continuous. طيب لو انا جيت قلت لك، لو انا جيت قلت لك الولد ده البوي ده بيحب الكرة، بيحب يلعب كرة، في الحالة دي يا ياسين هنستخدم present simple ولا present continuous؟ بص بقى ياسين، هو بيحب، افهم بقى، افهم الحتة دي، هو بيحب الكرة النهاردة بس؟ لا، بيحب الكرة امبارح وبيحب الكرة النهاردة ولسه كمان هيحب الكرة امتى؟ النهاردة وبكرة وعلى طول. يبقى الحاجة اللي بيعملها دايما 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 وعارف ان هي في حياته على طول هنستخدم لها present simple. هنستخدم لها ايه؟ present simple. طيب تعالي يا جاسر. جاسر thank you يا ياسين. جاسر welcome يا تيتشر. جاسر هقول لك على حاجة تانية يا جاسر. انا دلوقتي عندي بنوتة مش أمنية. يس يا ميس. أنا لسه جاية. أوكي يا مريم. لو أنا عندي بنوتة يا جاسر، لو أنا عندي بنوتة والبنوتة دي بتاكل دلوقتي فش، بتاكل فش، قولي بقى لو أنت عايز تتكلم عن البيكتشر دي، عن البنوتة اللي هي بتاكل فش، هنستخدم لها present simple ولا present continuous؟ continuous. ليه بقى continuous؟ ليه بقى؟ لان هي اكيد بتاكل دلوقتي واكيد ما بتعملش الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم، يعني هي بتاكل مره في الاسبوع، يعني الحاجات دي بتعملها دلوقتي. يبقى هنستخدم في الحاله دي لما بتوصف حاجه بتحصل دلوقتي ال present continuous. طيب لو انا جيت قلت لك يا جاسر البنوته دي بتحب السمك، قولي هتستخدم لها ايه؟ بتستخدم لها present simple or present continuous؟ لا present simple. present simple لان الحاجة دي بتحبها امبارح وبتحبها دلوقتي وبتحبها بكرة. يبقى في فرق بين present simple اللي احنا اخدناه قبل كده اللي بيعبر عن حاجة حقيقية في حياتنا بنعملها كتير بنعملها كل يوم، وبين الـ present continuous اللي هو حاجة بتحصل دلوقتي قدامنا now الآن وقت الكلام احنا بنقولها. طيب وانا لسه قايلة ان يا أروى الـ present continuous لازم نخلي الـ verb رايح حفلة، فبنلبس الـ verb بتاعنا ايه وايه؟ لبس الـ verb بتاعنا shoes ودريس. نلبس الفيرب بتاعنا ايه يا اروى؟ shoes ودريس. طيب تعالوا كده نشوف ازاي الشوز ودريس دول. اول حاجه يا اروى، لو انا عندي اهو البوي، اهو الولد والبوي ده بيلعب كره. طيب البوي ده لما بيجي يلعب كره يبقى الحاجه دي بتحصل امتى؟ دلوقتي. طيب يبقى اول حاجه هنكتب هي، عشان احنا بنتكلم عن البوي الولد، هنتكلم عنه هو هي. طيب لازم يلعب يعني بلاي. ينفع نكتب بلاي كده؟ لا يا نيس ما ينفعش. لازم لازم نلبسه شوز ولازم نلبسه ايه يا اروى؟ بس الدريس. طيب الشوز بتاعنا هما الهيلبنج فيرب ام واز وار. طب الهي مين اللي بتاخدها؟ مين اللي عايشه عندها؟ از. اي هي از. وادي بلاي ونحط البلاي الفستان بتاعنا اي جي. يس اهو شايفين الفستان جميل ازاي؟ طيب عشان نفهمهم ان احنا عارفين ان الكلام ده بيحصل دلوقتي بنستخدم ناو. ناو يعني الآن أو دلوقتي أو وقت الكلام. طيب تقى يلا تعالي ساعدينا يا تقى، تعالي ساعدينا عشان نكون مع بعض سنتنس تانية. تقى لو أنا عندي يا تقى البنوتة أهي
والبنوته دي شايفاها قدامك بتاكل السمك eat fish. قولي لي بقى هنستخدم present simple or present continuous؟ ما كنت ماشي اعملي كده continuous مستمر. طب قولي لي يلا اول حاجه هنكتبها ايه عندي في السنتنس اللي بنتعلمها؟ she. هي اللي احنا بنتكلم عنها she. طب مين الهيلبنج فيرب اللي هيساعدنا عشان نكمل الكلام ده؟ يبقى الشوز بتاعنا هيكون مين؟ is. اوكي طيب مين بقى الفيرب بتاعنا اللي هيروح الحفله وان هنلبسنا الشوز؟ مين الفيرب بتاعنا؟ ياكل يعني ايه يا دقة؟ eat. eat. طيب ينفع ان نسيب الفيرب بتاعنا لبس الشوز من غير الدريس؟ لا يبقى لازم نحط الدريس. طب مين هو الدريس يا تقى؟ اي ان جي. اي ان جي. الدريس بتاعنا هيكون ايه يا تقى؟ اي ان جي. اي ان جي. طيب وبعد كده نقول ان الكلام ده ايتينج فيش. الكلام ده بيحصل امتى يا تقى؟ دلوقتي. ودلوقتي نقول عليها now. دلوقتي نقول عليها ايه؟ now يعني الان يعني وقت الكلام. مريم مريم انت عندك بوي يا مريم؟ بوي. والبوي ده البوي ده عمال يجري يجري شايفاه قدامك كده بيعمل run بيجري. قولي في الحاله دي يا مريم هنستخدم present simple or present continuous؟ present simple. البريزنت سيمبل البريزنت سيمبل يا مريم ما ينفعش يعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي مستمره. الولد ده دلوقتي بيجري يبقى حاجه بتحصل دلوقتي ناو يبقى لازم نستخدم لها بريزنت كونتينيوس. تعالى معايا بريزنت كونتينيوس. اوكي اوكي طيب ال present continuous لازم نخلي ال verb بتاعنا لابس ايه لابس dress. لابس dress ومش dress بس كمان يا مريم وكمان shoes. يبقى لابس shoes و dress. اوكي قولي لي بقى اول حاجه نكتب عن البوي بايه؟ صحيح. إيز. أيوة الشوز بتاعنا إيز. طب ويجري يعني إيه؟ play run. run. طب ونعمل إيه run بقى عشان نخليها الفستان بتاعنا؟ نحط لها أي إن جي. أي إن جي. أنا لسه هشرح الدبل إن دي بس خلينا دلوقتي في المهم. is و I ان جي. طب عشان نبين له بقى يا مريم ان الحاجة دي او الولد ده بيجري دلوقتي المفروض نحط ايه هنا دلوقتي؟ يعني ناو. ناو. ناو يعني الحاجة دي بتحصل دلوقتي واحنا بنتكلم الولد ده بيجري ناو يا مريم. يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن الملاح. انت جيت يا عبد الرحمن الملاح. هلو هلو. ماشي يا عبد الرحمن حبيبي. اه انت يا حبيبي ماشي اوكي. لو انت عندك طب انت فاهم الكلام ده ولا اقوله تاني؟ فاهم يا ميس انا معاك من اول حصه. انا عماله اقول اوف ثينكس ده مين 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 مش عارف. اوكي عبد الرحمن طيب انت عندك اهي بنوته والبنوته دي بتعمل ايه؟ بتقرا. تقرا يعني ريد. قول لي بقى يا عبد الرحمن لو هي بتقرا شايفها قدامك انت بتقرا هتستخدم لها present simple or present continuous؟ يا عبد الرحمن عبد الرحمن اكسبيرمنت مش عارف تقول كلمه كونتينوس. ماشي مش مشكله. عارف تقولها ولا مش عارف تقولها؟ مش عارف.
قول مستمر. طيب هتستخدم البريزنت سيمبل ولا المستمر اللي بيستمر شويه؟ اه يا عبد الرحمن، present simple ولا الزمن ال present continuous؟ continuous. continuous. بس اديك شاطر اهو قلتها. طيب ال present continuous يبقى احنا محتاجين ال verb بتاعنا نلبسه ايه وايه؟ shoes ودريس. لا ودريس دلوقتي. طب يلا عايزين نقول البنوتة دي بتقرا دلوقتي، هتقولها ازاي؟ هو الكلمة الطويلة دي مش نسيت اسمها. اوكي ماشي خلاص، عملنا عرفنا ان هو present continuous. هنكتب ايه بقى عشان نقول البنوتة دي بتقرا دلوقتي؟ هنكتب اول حاجة شي، لان احنا بنتكلم عن بنوتة. She is yes she is. عايزين بقى بص هنا خلي كده، ادي she is. عايزين نخلي بقى البنوتة دي تقرأ. يقرأ يعني ايه؟ read. yes. طب عايزين بقى نخلي الكلام ده يحصل دلوقتي، لازم نلبس الدريس اللي read. ايه الدريس اللي هنلبسه هنا؟ اي علي صوتك يا عبد الرحمن. ان جي هو ده الدريس بتاعنا. لبسنا شوز ولبسنا دريس، يبقى شي از ريدنج. عشان يبين لهم بقى عبد الرحمن الملحن ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. لا مش دايما. لازم ايه يا عبد الرحمن؟ ناو. لازم نحط لهم مين؟ ناو. عشان الحاجة دي بتحصل امتى؟ البنوتة دي بتقرأ امتى؟ دلوقتي واحنا شايفينها. اوكي يا عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن محمد. عبد نعم محمد. يس. لو انا عندي عبد الرحمن بوي اهو ولد، والبوي ده بيتفرج على التلفزيون watch TV. لما انت شايفه كده بيتفرج على التلفزيون watch TV، هسألك سؤال، هنستخدم له present simple ولا present continuous؟ انت شايفه هو بيتفرج على التلفزيون. طب قول لي present simple ينفع؟ continuous ولا simple؟ هو بيتفرج. هو بيتفرج دلوقتي، شايفه قدامك، ما ينفعش يكون ايوه continuous، لان ده حاجه بيعملها وانت شايفه قدامك، مش بيحكي لك، انت شايفه قدامك. طيب لو هو شايفه قدامك طب هنتكلم عنه ازاي؟ لازم نستخدم present continuous. والميس قالت ال present continuous لازم نلبس الفيرب بتاعنا shoes و dress. قولي بقى ايه اول حاجه هحطها هنا عشان اتكلم عن البوي ده؟ بوي. ايه بوي؟ ايوه اول حاجه هي. تمام، ايه اللي هنحطه جنب هي يا عبد الرحمن؟ قبل الدرس يا عبد الرحمن محتاجين نحط الهيلبنج فيرب بتاعنا اللي هو الاز. طيب يشاهد يعني watch. watch. طيب عشان ابين الكلام ده بيحصل دلوقتي، اديني لبست الشوز، لازم البس الفيرب بتاعنا ايه؟ الدريس اللي هو مين الدريس يا عبد الرحمن؟ اي ان جي ناو تي في ناو. عبد الرحمن انت معايا؟ ماشي. تعالي يا رحمة، رحمة وركزي يا عبد الرحمن مع رحمة، يلا يا رحمة. نعم يا ميس. لو أنت عندك يا رحمة بنوتة وبنوتة تانية، الاتنين بنوتة دول بيعملوا إيه؟ الاتنين دول بيعملوا إن هما إيت، بياكلوا.
شايفاهم انت دلوقتي ان هما بياكلوا قدامك. قولي لي بقى هنستخدم present simple ولا present continuous؟ present continuous. continuous ليه؟ لان هما بياكلوا امتى؟ دلوقتي. دلوقتي يعني واحنا بنتكلم شايفاهم بياكلوا قدامك. طيب يبقى هنستخدم لهم present continuous. والميس قالت present continuous لازم نلبس الفيرب بتاعنا ايه؟ dress وشوز. ودريس. اوكي يبقى اول حاجه هنكتبها ايه هنا؟ زي. نتكلم عن الاثنين دول زي لان هم كتير. are الشوز بتاع زي الهيلبنج فيرب ار. يس زي ار eating now eat ونحط الايت اي ان جي. اكسلنت يا رحمه. انت لسه المايك بتاعك بيشغل اصوات غريبه كده. اكسلنت يا رحمه. يلا يا ابراهيم. ابراهيم معاك يا مس. لو احنا هنتكلم بقى دلوقتي عن بوي والبوي ده انت شايفه قدامك. بص بقى سليب نايم. هنقول قول لي بقى الاول هنستخدم بريزنت سمبل ولا بريزنت كونتينيوس؟ بريزنت كونتوني كونتينيوس. اوكي طب يبقى اول حاجه هنتكلم عن البوي ده نقول ايه عليه؟ He is asleep. Sleeping. ونحط ال ing. ing عشان يبين الكلام ده دلوقتي. وناء. الكلام ده بيحصل امتى؟ دلوقتي. لما دلوقتي حال. He is sleeping. كده خلاص. ناو بس كده خلاص. طب يلا يا شنودة. شنودة لو انا عندي يا شنودة بوي تو بوي شنودة انت معايا؟ يس. والتو بويز دول بيعملوا ايه؟ ووك بيتمشوا كده مع بعض. ووك قولي بقى اللي احنا نتكلم عنه ده هيبقى present simple ولا present continuous؟ present continuous. continuous. اوكي present continuous عشان هما دلوقتي بيمشوا. طيب احنا اتفقنا ان احنا لازم نلبس الفيرب بتاعنا shoes و dress. قولي بقى هنكتبها ازاي؟ they عشان هما اتنين. they are walking. walk ونحط ال walk ايه؟ ing. طيب عشان نبين له ان احنا فاهمين ان الكلام ده بيحصل دلوقتي. now yes. excellent. شنو ده؟ كلارا. لارا انت عندك قطة يا كلارا؟ عمالة درينك او بتشرب لبن. شايفاها قدامك اهو بتشرب لبن. قولي لي بقى هنستخدم present simple ولا present continuous؟ present continuous. continuous. اوكي طب present continuous قلنا ان احنا لازم نلبس الشوز بتاعنا dress وايه؟ dress shoes ودريس. dress. اوكي يلا هنقول ايه بقى؟ هنتكلم عن القطة الصغنطوطة دي هنقول عليها ايه؟ يلا كلارا دي قطة غير عاقل يبقى نقول عنها it. yes it. طب احط ايه جنب it؟ It is drinking. ايوه نحط الفيرب بتاعنا drink ونحط بقى عشان نبين له ان احنا لبسنا الشوز drink الدريس drinking ونحط كلمه مين عشان نبين الكلام ده دلوقتي؟ drinking milk. drinking milk. اوكي drinking milk امتى الكلام ده بيحصل؟ yes
ايه؟ ناو. لازم امتى الكلام ده يحصل يا كلارا؟ ناو. ناو، عشان نبين له ان احنا فاهمين ان الكلام ده دلوقتي، يحصل دلوقتي. طيب يلا يا سين. ثانك يو كلارا. يا سين لو انت يا لو انت اهو، انت اهو يا سين، انت اهو وادم معاك، يعني انت وادم، يعني I and Adam. I and Adam. I and Adam بتعملوا ايه مع بعض رايحين المدرسة؟ هتتكلموا عن، هتتكلم عنكم نفسكم، تقولوا ايه يا ياسين؟ We are going. ياسين we are يذهب يعني ايه؟ go go. طب لازم go ايه؟ I am G. يبقى going، يبقى we are going الى المدرسة. We are going now. Okay. We are to going school. Going to school now. Now، عشان نفهمهم ان الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل دلوقتي. الكلام ده بيحصل امتى؟ now دلوقتي. اوكي ثانك يو يا تيم. كلكم كده عملتوا اكسرسايز معايا. اقفل المايك بتاعك، وعايزه اديكم كده ملاحظتين او ثلاث تيبس كده تركزوا فيها. طب استنى استنى، خلي ياسين ابني يعمل واحده. يلا يا سمسم تعال. لو انت عندك يا سمسم، لو انت عندك بنوته اهي، البنوته دي شايفها قدامك بتاكل بيتزا. يلا هنقولها ازاي؟ she is الأول يأكل، يعني إيه؟ eat، ونحط لها إيه؟ eat. I N G، ونبين الكلام ده بيحصل دلوقتي. الأول بيتزا. بيتزا. now. yes excellent يا سين. طيب تعالوا بنروح كده ناخد التبس بتاعتنا أو الحاجات الأساسية اللي أنا عايزاكم تركزوا فيها. أول حاجة، بصوا يا شباب، الـ E والـ I حروف شائية. الـ E والـ I من الـ vowels أو الحروف الشائية. طب يا مس، لو أنا عندي write، يكتب write، يكتب write آخرها E، لما أجي أحط I N G هحط E جنب الـ I؟ لا، الـ E تهرب، تقول لهم لا 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 ما ينفعش معايا الكلام ده، ما تحطنيش جنب صاحب الشقي، فهتروح تمشي. فلما نيجي نعملها هنكتبها كده هو writing. مين هتهرب لما عشان الاي ما تقعدش جنبيها؟ الاي. الاي هتمشي. طب يا ميس، لو انا بقى عندي verb في one vowel، في واحد بس من الفاول، الفيرب فيه ايه؟ one vowel. اوكي، وقريب من الان. لو انا حطيت اي ان جي، تعالى افهمكم ايه اللي بيحصل. لو انا دلوقتي عندي وان فاول اللي هو اليو، اليو هنا بتقول اسمها اه. طب يا ميس، لو انا حطيت ار يو ان اي او اي او اي فاول تاني، اليو هنا هتقول صوتها، هتقول اسمها، هنا صوتها وهنا اسمها، فاليو هنا هتقول يو، فهنغير النطق بتاع الكلمه. فايه الحل عشان خاطر اليو ما تتاثرش بالاي او بالاي او باي اي فاول تاني؟ بنبعدها عن الاي، فلازم نعمل لها دبل، يعني ار يو ان ان اي ان جي، لان انا لو حطيت من الاي هنا على طول هيحصل ايه؟ اليو مش هتقول اه، مش هتقول صوتها، هتقول اسمها زي ما احنا كنا واخدين زمان. طب يا مس، تعالوا بقى بالراحه كده. لو انا عندي listen، listen يا ميس، طب ما هو الاي اهو قريبه من الام، لو حطينا اي الكلام اللي انا قلته فوق ما ينطبقش على اي كلمه فيها تو فاولز، ادي واحد وادي واحد، فالكلام ده ملوش لازمه معايا، ما احطه، ما اعملش دبل ان. امتى نعمل دبل ان؟ بس لان الشرط بتاعنا يكون فاول واحد قريب من الاي، يفصل بينهم واحد بس، يفصل بينهم حرف واحد بس، حرف واحد بس، عشان خاطر بس محدش يقول لي هنا ليه ما حطيناش ان وهنا ليه حطينا ان. دي فيها تو فاولز لكنها في واحد بس من الفاول. طيب في حاجه تانية يا ميس، لو انا عندي ريد، ريد، طب ما هو الاي اهو قريبه من الاي، هاجي اقول لك حاجه، لما كنا بندرس ريدنج او قرايه، او قلنا ان الاول بيقول اسمه والت
والتاني ما بيقولش حاجة، فده أصلا كده كده ساكت، فالآي مش هتأثر على الاي، هتأثر مش هتأثر على حد، فهنحطها عادي. فهمتوا؟ دي كل الأسئلة اللي ممكن تسألوني فيها على الجزء ده. في حاجة تانية عايزاكم تسألون عليها، لو أنا عندي يا ميس، لو أنا عندي يا ميس واتش، طب ما هو واتش يا ميس فيها واحد بس من الفاول، طيب الاي ان جي هنا مش بعيدة عن واتش، بعيدة الاي عن الاي، فمش هتأثر معاها، فما حطش دبل. الدبل اللي هو الحرفين اللي بنكرره هو في الكلمات اللي فيها واحد بس من الحروف المتحركة يفصل بين الاي حرف واحد بس، يعني قريب من الاي بس، ما في حرفين ما عملش القاعدة دي، في حرف واحد بس بعيد عن الاي ما عملش القاعدة دي، في حرفين وقريب من الاي بس الاول يقول اسم والتاني ما يقولش حاجة ما عملش الدبل. اوكي، عشان بس محدش يسألني، انا ديني جبت لكم كل الملخص في موضوع الحرف المتحرك، الحرف اللي بنعمل له دبل. طيب اخر ملاحظة عشان انا ما يقفل اللينك مش هبعت تاني، اخر ملاحظة عايزين نقول عليها ان لما يكون عندي حاجة اسمها feeling verbs، مين هم الفيلينجز؟ الفيلينج او الفيلينجز دي هي المشاعر. يعني ايه مشاعر؟ يعني بنحب حاجة، بنفضل حاجة، بنكره حاجة. بنحب حاجة، بنكره حاجة، انا مسجلة لك الكلام ده. بنحب حاجة، بنكره حاجة، او مثلا بنفضل حاجة، كل الفيلينجز دي الفيلينجز فيرب ابدا 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 ما بتاخدش البريزنت كونتينيوس الاي ان جي ابدا. مين هما الفيلينجز فيربس او الفيلينج فيربس؟ هما لايك، ما ينفعش نقول حاجة بنحبها دلوقتي لايك لايك على طول، لايك ولايكس. ما ينفعش نستخدم اي ان جي مع لاف، ما ينفعش نستخدم اي ان جي مع هيت يكره، ما ينفعش نستخدم اي ان جي مع انجوي يستمتع. اي حاجة فيها مشاعر، يعني حاجات في حياتنا بنحبها بنكرهها بنستمتع بيها فيها مشاعر، ما بنستخدم لهاش present continuous. اوكي، دول الثلاث نقط او الثلاث حاجات المهمين اللي انا عايزاكم تعرفوها في present.